ماشي يا عمي ماشي. ابو عراق، انا بس يلي بدي افهمه، مين اقرب للولد، ابوه ولا جده؟ معلوم ابوه. بدك كثير فهم يعني؟ من شان هيك كان دم ابنك عربي رخيص على جده لما راح بذات نفسه على حارة الضبع وصالحهم على دم ابنك. كلامك قصدي يا حمدي قصدي. والله زل زل كبير انه يقتلوا لنا ابننا ونروح براسنا لعندهم ونصالحهم، مو هيك ابننا؟ عداك العيب يا حمدي عداك العيب. وزلوا اكبر زل يروح ابو صياح بذات نفسه على حارة الضبع ويطلب الصلح ابو شهاب ودم عربي لسه ما برد. لك لسه ما شفنا شيء، يمكن يرحب برجال حارة الضبع ويأهل ويسهل فيهم، ويمكن تشوف قاتل ابنك بعينك وما تقدر تساوي معه شيء. ليش؟ لأنه عمك صالح حارة الضبع. هذا اليوم ما راح يمر علي وما راح أسمح لهذا من حارة الضبع أنه يفوت على حارتنا. دم عربي ما راح يروح هدر، دم عربي ما بيروح بصلحة.